طبعا ولا انسى كنا يوم في الاسبوع، الولد كانت حالته جدا ماديا جدا، تتكلم كل راتب على 2000 او 2500 وقتها، بينما كان دخل متوسط الدخل الفرد السعودي اكبر بمراحل هذاك الوقت وهو كرب اسره. كان ما عندي الا يوم في الاسبوع اروح جارتنا اسمها ام نوره، توفت اعتقد الله يرحمها، كانت كبيره في السن ذاك الوقت، كانت تبيع بسكوت المثلث وكانت تبيع عصير التوت، اعتقد كان هو الفمتو يحطونه في اكياس مثلج، هذا الايس كريم حقنا كان. مسموح لي فقط يوم في الاسبوع اني اروح اشتري وارجع. كونت معها علاقه، كنت شوي شقي عشان اقفل الشقاوه اللي ما عشتها مع قرائي، فاني اتسلف يعني تعطيني تشرهني شوي بعض الاحيان، فاخر مره مرتين في الاسبوع. لما بدأت الدراسة أولى ابتدائي في حي في 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 مدرسة في حي في مدرسة الكرامة، أيضا عشت العزلة من جديد. طبعا يرون واحد بهيئة سعودي لكن كلامه كله سوري. كنت تخيل أنا عشت 6 سنوات في سوريا، كل لهجتي سورية سورية، حتى الوالدة كان جزء من لهجتها أصبحت سورية لأن خلاص تعاد اندمجت مع هذا المجتمع. فكنت أيضا معزول، كنت دائما عرضة للضرب، وكنت لما يسوون فريق كورة ما ألعب معهم، وكنت لما أجي تصف في المقصف عشان تأخذ ذا آخر واحد، يعني كانت شخصية شوي محجمة إن صح التعبير في المجتمع. طبعا بعدها أول سنتين بديت أنا أحاول أتأقلم شوي مع المجتمع، أحاول أدرس مع تقريبا عيال خالي وعيال عمي وبعض الأقرباء من الجماعة. أخذت كورس مكثف، الكورس المكثف هذا تقريبا لمدة 3 سنوات 4 سنوات رجعني فيصل السعودي، واللي بديت أعرف فيها شخصية فيصل السعودي.